سعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى الثاني نشرتنا الاخباريه ومباشره الى ابرز العناوين. رئيس الوزراء الايطالي يزمع القيام بزياره للجزائر وتونس في اطار التحضير لمؤتمر باليرمو حول ليبيا. أهالي منطقة الفقعة يشيعون ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على البلدة. مجلس درج وبنو ليد ينتخبان عميدا البلديتين في ثاني استحقاق للجنة المركزية لانتخاب البلديات. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تونس والجزائر زيارة رسمية في الأيام المقبلة، ذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية. صحيفة الميساجيرو الإيطالية قالت الثلاثاء أن الموقف الجزائري على وجه الخصوص أصبح أكثر قربا إلى الإيطالي منه إلى الفرنسي بشأن استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا بموعد 10 ديسمبر المقبل بتوصية مؤتمر باريس. علق رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح جلسة المجلس اليوم الثلاثاء على أن تستأنف الأسبوع القادم لمناقشة ميزانية الحكومة المؤقتة للعام الحالي. أشار بلاحق في تصريح له أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة عبد الله الثني ووزير ماليته لمناقشة بالخصوص. وكان المجلس قد أقر في جلسته الاثنين قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم إضافة إلى إدانته للهجوم الذي شنه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على بلدة الفقهة. قال عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز في مداخلة هاتفية مع التناصح أن المجلس الأعلى للدولة اتفق مع البرلمان المنحل على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليص مقاعده من 9 إلى 3. عموما طبعا اتت اللجنه ان تؤجل النظر اي حاجه اي كل ما يتعلق بالماده 8 الان لجدليتها لمعروفه شنو هي الماده 8 احنا ننظر اليها في مجلس اعلى الدوله هي ربما الفيصل بين عسكره الدوله. وأضاف دبرز أن ما أتى في تصريح عقيل صالح كلام هزلي وعبثي ولا ينم عن مسؤولية أو أهلية. هو عموما في صراع خفي، أنا أقول لك في صراع خفي ما بين السيد عقيل والمجرم الحرب حفتر غير معلن، ولكن أصبحت يعني وكأنها قاب قوسين أو أدنى من أن تطفو الخلافات على السطح. لأن حتى في خطاب عزيلة هو لمس من ضمن مجالة في عدم اعتراف مجلس الدولة مش عارف الرئاسي وما إليه، وأيضا ذكر احنا عملية الكرامة كيف جبنا حفتر وكان شيء وكان حتى العزل السياسي سخرناه كيف، يقول في كلام عبثي وجدري وكلام لا ينبع عليه أهلية ولا مسؤولية، وبالتالي احنا شيع أهالي بلدة الفقعة ببلدية الجفرة جثامين ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على البلدة في الساعة الأولى من صباح الاثنين. جرى تشييع الجثامين الأربع ليلة الاثنين بمقبرة الفقعة بحضور العشرات من أعيان وأهالي ومسؤولي البلدة على صعيد متصل. زال مصير المخطوفين العشرة الذين أقدم ما يعرف بتنظيم الدولة على اختطافهم أثناء الهجوم على البلدة مجهولا حتى الآن. هذا وأدانت وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة الهجوم الذي شنه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على بلدة الفقعة فجر الاثنين. ودعت الوزارة في بيان إلى الإسراع في تكاثف وتوحيد الجهود ورص الصفوف لمكافحة آفة الإرهاب واجتثاثه، مشيرة أن الهجوم لن يزيد الوزارة إلا إصرارا على العمل الجاد لتوحيد الجهود العسكرية والأمنية.
من جانبها دانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الهجوم الذي وقع فجر الاثنين على مدينة الفوجا جنوبية ليبيا من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة. السفارة قدمت عبر صفحتها الرسمية الثلاثاء تعازيها لأسر الضحايا ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختطفين، مضيفة أنها تقدم دعمها الكامل للدولة الليبية في قتالها ضد تنظيم الدولة. ترأس وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتح بشاغة اجتماعا لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب. ذكرت الوزارة عبر صفحتها بفيسبوك أن الرئاسية قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزيري الداخلية والدفاع، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس المباحث العامة، وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى. وكانت الوزارة في بيان لها قد أدانت الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم الدولة على بلدة الفقهة الذي راح ضحية هو 4 مدنيين اختطف 10 آخرون، داعية الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا للقضاء على كل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن. انتخب أعضاء مجلسي بلديتي بنوليد والدرجة الثلاثاء عمداء للبلديتين هما سالم نوير وفاضل حصن بعد منافسة بينهم وبين باقي الأعضاء. وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخاب البلديات سالم بنتهي أن انتخاب مجلسي بلديتي بنوليد ودرج والاستحقاق الثاني الذي تنجزه اللجنة خلال العام الحالي بعد انتخاب مجلس الزاوية المركز، مؤكدا أن 71 بلدية أنهت مدتها القانونية وتنتظر انتخاب مجلس بديل. أشار بنتهي إلى صدور بيان مفصل يغطي المرحلة القادمة للانتخابات البلدية حسب قوله. لو قال وزير الحكم المحلي بداد قنصو خلال مراسم الانتخاب أن الإمكانيات الحالية ضعيفة، مشيرا أن وزارته تسعى خلال السنة القادمة لتقديم الإمكانيات للبلديات لتتمكن من تقديم خدماتها. طبعا حقيقة في إمكانيات ضعيفة، بس أكون صادق معاكم من خلال الإعلام، لكن في السنة القادمة 2019 إذا الله سبحانه وتعالى مكننا أن نستمر في تقديم الإمكانيات حتى يتمكن المجالس البديلة من تقديم خدمات لهم. وأكد قنصو أن وزارته في اتجاهها للقضاء على اللامركزية وإعطي صلاحيات أكثر للبلديات لتقديم الخدمات مباشرة للمواطن. نحن الآن في طور أو في اتجاه أن نقضوا على اللامركزية في اتجاه تقديم الخدمات مباشرة للمواطن إن شاء الله. قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدير أندريز في بيان له إنه لم يشارك في قرار رفع التجميد على ودائع الحكومة الليبية أو ودائع معمر القذافي في بنك يوروكلير في بروكسل التي جمدت في قرار عام 2011 من قبل مجلس الأمن. أضاف أن قرار رفع الحظر عن الأموال هو من مسؤولية وزارة المالية، مشيرا إلى أن تصريح التجميد الجزئي للحسابات الليبية صدر عن خزانة المملكة في أكتوبر 12 و2000 لما كان ستيفن فانكير يرأس وزارة المالية. يأتي هذا البيان بعد التقارير الإعلامية التي صدرت الاثنين والتي تفيد بأن الأمم المتحدة والسلطات البلجيكية تجري تحقيقات موازية في رفع الحظر عن الحسابات المصرفية المجمدة التابعة لمعمار القذافي. استنكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المقترحة ما ورد عن الاتحاد العام الليبي للرماية بخصوص المشاركة في البطولة العربية للرماية بدولة قطر. أشارت الهيئة في بيان لها أنها تواصلت مع اللجنة الأولمبية وأكدت مشاركتها بوفد رفيع المستوى بالبطولة، مضيفة أن الرياضة تجمع الشعوب وتهدف إلى الرقي ونشر المحبة بين الشباب في مختلف بلاد العالم.
هذا وكان رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل جريش قد وجه خطابا إلى الاتحاد العربي للرماية معلنا رفض مشاركة الفريق الليبي في البطولة العربية 14 للرماية التي ستقوم فعالياتها في دولة قطر، معللا أسباب رفضه بدعم قطر أطرافا متطرفة في ليبيا. من جهتها أثنت الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات على موقف الاتحاد الليبي للرماية معلنة دعم رئيس الاتحاد الليبي بمليوني يورو تشجيعا لرياضة الرماية في ليبيا مقابل الانسحاب من البطولة في قطر. قال وزير العدل بالحكومة المقترحة محمد عبد الوهاب أنه يجب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وأوكرانيا في مجال نقل الأشخاص المحكومين والمساعدة في القضايا الجنائية والمدنية وكذلك مذكرة التفاهم المبرمة بشأن التعاون القانوني. عبد الوهاب أشار الاثنين خلال لقائه مع سفير أوكرانيا لدى ليبيا نيكولا ناهورني أنه لابد من الاستفادة في مجال التدريب والتأهيل أعضاء الشرطة القضائية وموظفي الوزارة من خبرات الدول المتقدمة التي تعد أوكرانيا من ضمنها. أضاف عبد الواحد أنه يجب الاستفادة من الخبرات الطبية الأوكرانية في مجال الرعاية الصحية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل. التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا الاثنين بمقر المؤسسة بطرابلس المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير لمناقشة إمكانية تزويد المصانع التابعة للاتحاد بالمشتقات النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية. صنعلا أكد من جهته على دعمه لكل التدابير التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم كل الدعم للاتحاد ذلك وفقا للتشريعات والمعايير المحلية والدولية المنظمة لقطاع الطاقة. هذا وطلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا مصرف ليبيا المركزي بتطبيق زيادة مرتبات مستخدمي القطاع النفطي بنسبة 67% في موازنة العام القادم تطبيقا للقرار رقم 42600 لعام 13 و2000 الذي لم يطبق بسبب توقيف جميع الزيادات. جاء ذلك خلال اجتماعه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي نقش فيه أيضا ميزانية قطاع النفط والغاز الليبي للعام القادم وأهمية رفع الميزانية لما تحتاجه المؤسسة من استثمار في منشآتها خصوصا بعد الأضرار التي لحقت بالكثير منها في الفترة الأخيرة. عشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل انطلاق المقابلات الشخصية للباحثين عن العمل ببلدية تاجورا. لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة طرابلس. المعيشة غالية، سيولة ما فيش، هنا قاعد هم المواطن كل يوم يجري عليه قوت عيشة والله. وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، إن شاء الله ربي يحرقهم وخلاص كلهم على ما فيهم اللي في الحكومة كلهم. أعطونا نرتاحوا بس. نعم إحنا اللي بيهم من غالي هالأمور ننضربوا بالبي بي آر قدام المصارف. الجو البلاد محروقة، البلاد ضيمة فيش. مية ما فيش. يا ودي غاب فيك وعاش متكلمني يا ودي غاب فيك وعاش متكلمني يا اخي.
أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف التجارة والتنمية الاثنين عن توزيع أرباح عامي 2016 و2017 على المساهمين البالغ عددهم 2967 مساهما بقيمة إجمالية بلغت 63 مليون دينار، وبلغت قيمة الأرباح الموزعة 21 مليون دينار عن عام 16 و2000 بنسبة 20% و42 مليون دينار عن عام 17 و2000 بنسبة 40%، وبذلك يكون إجمالي قيمة الأرباح الموزعة لمصرف التجارة والتنمية منذ بداية نشاط عمله عام 98 900 ألف مبلغا تجاوزت قيمته 87 و100 مليون و32 و500 ألف دينار ليبي. هذا وكشف المصرف التجاري الوطني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لزبائنه المشتركين في منظومة المعاملات الإلكترونية عن قيمة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف منذ 23 من سبتمبر إلى 25 من أكتوبر الجاري. بحسب المصرف فإن قيمة الاعتمادات بالدولار قد قاربت 34.2 مليون ونصف المليون دينار أو دولار، أما قيمة الاعتمادات باليورو فقد بلغت 25 مليونا ونصف المليون يورو، وقد بلغت قيمة الاعتمادات بالدينار التونسي ما يقارب 26 مليونا و600 ألف دينار تونسي. وطلب المصرف من الشركات التي تود الاستفادة من الاعتمادات المستندية الإسراع في الاشتراك بمنظومة المعاملات. انطلقت صباح الثلاثاء المقابلة الشخصية للباحثين عن العمل بمدرستي تجرة الشعبية وشهداء الانتفاضة ببلدية تجرة. كاميرا التناصح كانت هناك ورصدت لنا أجواء هذه المقابلات. معظم المتقدمين حوالي 70% بيرفكت ممتازين، فلونسي الطلاقة في اللغة عندهم رائعة، نقاط الضعف بسيطة يمكن تحسينها بدورات، التركيز كله حيكون على تطبيق المنهج الحديث في المودرن انجليش للقرن 21 اللي هم ما عندهمش عليه خلفية، وهذا أيضا يحتاج لدورة. طبعا لما جاءت الفكرة هي نتيجة أن العزوزات اللي موجودة عندنا في المدارس، ومن هذه النتيجة انطلقنا على أساس أن نأخذ الملفات على حسب المستويات المطلوبة عندنا اللي هي محتاجينها من ناحية العزز كمن ناحية اللغة الإنجليزية أو ناحية الرياضيات. فحاليا نبو نديره يعني بما أن احنا تخرجنا وقرينا ومستوانا كويس، فحبينا نغيره يعني من الجيل، نعطوهم حاجة يعني من اللي تعلمناه ونقروهم ونوصلهم المعلومة نزيد نقووهم. رحب وزير الاقتصاد المفوض بالحكومة المقترحة علي العساوي خلال لقاء الثلاثاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفن ويليامز بتعيين البعثة خبيرا اقتصاديا دوليا لتوفير المساعدة لليبيا المضي قدما في برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وقال العساوي إن لقاء اليوم كان لتقديم الخبير الاقتصادي الدولي في البعثة ومناقشة سبل التعاون مع البعثة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن البعثة كانت تركز في السابق على الجانبين السياسي والأمني، بينما أضافت جانبا اقتصاديا لعمل البعثة. هذا أمر إيجابي خصوصا مع بداية برنامج الإصلاحات الاقتصادية بحسب العساوي. أعلن وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل أن حوالي 57312 ألف طالب وطالبة نصبوا حسب رغبتهم بالجامعات والكليات الليبية للعام الدراسي القادم. ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة الاثنين عن عبد الجليل قوله أن آلية التنسيب كانت بحسب القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات بمختلف المدن الليبية، إضافة إلى رغبة الطالب التي حددها إما عن طريق منظومة التسجيل التي أطلقتها الوزارة أو متوسط درجات الطالب بالمواد التي لها علاقة بالتخصص الذي يرغب فيه. أوضح عبد الجليل أنه يوجد جولتان للتنسيب، كان العدد الكلي حوالي 57614 ألف طالب وطالبة، نصب منهم 57312 في الجولة الأولى، بقي 300 ألف طالب وطالبة سيتم تنسيبهم في الجولة الثانية التي ستفعل خلال اليومين القادمين إلى الثالث من نوفمبر المقبل.
قامت دوريات الحرس البلدي مصرة الاثنين بحملات تفتيش داخل نطاق منطقتي قصر أحمد والغيران، ضبطت على إثرها العديد من المخالفين. الحرس البلدي مصرة أوضح عبر صفحته الرسمية أن عملية التفتيش شملت المخابز ومحلات الحلاقة والمطاعم والصيدليات. أشار الحرس البلدي إلى أنه قام بتغريم العديد من المحلات لمخالفتها الشروط، بالإضافة إلى إغلاق إحدى الصيدليات بالشمع الأحمر بيعها أدوية منتهية الصلاحية. هذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. يتبقى لدي إلا تذكير بأبرز ما ورد في النشر بننبا. رئيس الوزراء الإيطالي يزمع القيام بزيارة للجزائر وتونس في إطار التحضير لمؤتمر باليرمو حول ليبيا. أهل الفقا يشيعون ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على البلدة. مجلس درج وبنوليد ينتخبان عميدين للبلديتين في ثاني استحقاق للجنة المركزية لانتخاب البلديات. وجاء في النشرة أيضا انطلاق المقابلات الشخصية للباحثين عن العمل ببلدية تاجورة. أشكر لكم دوام متابعتكم لنا، استودعكم الله، السلام عليكم.